أعلن البيت الأبيض فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنها ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمهربين من أو المتهربين من العقوبات. البيت الأبيض أضاف أن العقوبات تأتي بسبب الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه، كما أشار إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا، وتشمل أيضا فرض قيود تصدير جديدة على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم لآلة الحرب الروسية. وفيما يخص العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه إذا لم يدفع بوتين ثمن ما وصفه بالموت والدمار اللذين يتسبب فيهما بوتين، فإنه سيواصل القيام بذلك. وأشار بايدن إلى أن العقوبات تستهدف أفرادا مرتبطين بسجن نافالني والحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى مئات الكيانات التي تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات. بدوره كشف الاتحاد الأوروبي عما تضمنته الحزمة 13 الجديدة من العقوبات ضد روسيا، وشملت الحزمة الجديدة 194 فردا وكيانا قانونيا، وتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات 2000 شخص، كما قرر التكتل فرض إجراءات تقييدية على 106 أفراد آخرين و88 كيانا قانونيا، مع التركيز على قطاع الطائرة المسيرة. هذا ورغم العقوبات الغربية المتتالية وخسارة السوق الأوروبية لشراء منتجات الطاقة، إلا أن الاقتصاد الروسي استقر وفق أرقام صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا، وبقيت موسكو في طليعة العواصم الشريكة للاتحاد الأوروبي بعد الصين وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة. على نظام سويفت راهن الغرب بأن يكون سلاحه من أجل تدمير اقتصاد روسيا، ولكن هذا الاعتقاد لم يكن ناجعاً لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فأطلق الغرب بعدها حزمة عقوبات طالت القطاع النفطي الذي يعتبر شرياناً حيوياً يمول الميزانية العامة. هذه الخطوة أيضاً لم تكن فعالة، بما أن البنك الأوروبي لإعادة التنمية والبناء توقع العام الماضي أن يسجل اقتصاد روسيا نمواً بنسبة 1.5% وأن لا يتعدى نمو الاقتصاد الأوروبي 0.8%. لكن للمفارقة أن صحيفة إزفيستا الروسية رأت عكس ذلك بعدما ذكرت عام 2023 أن ملامح العقوبات الغربية بدأت تمس العلاقات بين موسكو وبروكسل. هنا قصدت الصحيفة الروسية أن الإجراءات العقابية أدت إلى انخفاض حجم التجارة عقب تراجع صادرات الغاز بأكثر من 90% إلى أوروبا، وتعطلت معظم إمدادات النفط. بعد عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تأثر اقتصاد الاتحاد بالعقوبات الغربية في العام الأول، لكن الانكماش لم يتعدى 2.2% وفق صندوق النقد الدولي. ومن تبعات العقوبات تراجع عملة الروبل في العام الأول للحرب أيضاً إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً، وفقدت نحو 7% من قيمتها. اضطر البنك المركزي الروسي حينها إلى رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 16%، إلا أن اضطراب الدعامة الأساسية للاتحاد الروسي لم يدم طويلاً، والدليل إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن الاقتصاد تعافى، مشيراً إلى وصول الناتج المحلي لـ 2.5% في نهاية عام 2023، نسب لا تنذر بانهيار وشيك، والفضل يعود لأسباب عدة ساعدت على دعم الاقتصاد الروسي، في مقدمها تصدير النفط والغاز، إضافة إلى إحياء الصناعات العسكرية وتنشيط التجارة. وهذا ما حسمته وزارة الطاقة بنجاح بيع كل الإنتاج النفطي تقريباً أكثر بكثير من السقف الأقصى الذي فرضه الغرب، وهو 60 دولاراً للبرميل. فما تنتظره روسيا مستقبلاً مع مواصلة الحرب؟ موسكو تمكنت من تجاوز العثرات لتحافظ على تماسك اقتصادها من دون أمال بتكرار التعافي، بتوقعات معهد التنبؤ التابع لأكاديمية العلوم الروسية
نتيجة انخفاض بثلاث مرات لمعدل الانتاج الصناعي في أبريل ومايو المقبلين. وتوقع أكبر صندوق لإدارة الأصول في أوروبا أموندي نمو الناتج المحلي الروسي 1.5% هذا العام مقارنة ب 0.5% لمنطقة اليورو، مقللا من فعالية العقوبات. أدانت روسيا العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة عليها، حيث اعتبرت الخارجية الروسية أن العقوبات غير قانونية، لافتة إلى أنها سترد بالمثل وتفرض عقوبات على كيانات وأفراد غربيين. ووفق الخارجية فإن واشنطن وبروكسل ستواصلان محاولتهما غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. من موسكو عبر تطبيق زوم السيد رائد جبر مدير مكتب الشرق الأوسط في موسكو، أهلا وسهلا بك معي رائد. إذن بداية سيد رائد، إلى أي مدى هذه المرة بالطبع سيكون لتلك العقوبات أثرها بالنظر إلى حجمها الأوسع كما وصفت الإدارة الأمريكية؟ نعم، تحية طيبة بداية. يعني على المستوى الداخلي لا يتوقع أن يكون هناك تأثيرات واسعة. موسكو تأقلمت مع وضع العقوبات، القطاعات الاقتصادية الروسية باتت تقريبا منفصلة بشكل كامل عن الغرب، هناك شركاء جدد وطرق بديلة للإمداد وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد، وهناك طرق أيضا للصادرات كما ذكر تقريركم قبل قليل، طرق جديدة للصادرات، بمعنى أنه البديل موجود لدى روسيا. وقد أظهرت يعني مجريات العام الأخير أنه الاقتصاد الروسي بدأ يتأقلم وتعايش. إنما علينا أن ننتبه هنا إلى أنه التأثيرات الجانبية لهذه العقوبات يعني لن تكون يعني سهلة بالنسبة إلى موسكو، لأنه بالدرجة الأولى قد تضر بشركاء جدد، شركاء جدد أو شركاء تقليديين يعني كانوا ساعدوا روسيا خلال الفترة الماضية على الالتفاف على العقوبات. المثال الواضح هنا مثلا جمهوريات آسيا الوسطى، نشطت روسيا حجم التجارة والتبادل مع هذه الجمهوريات خصوصا كازاخستان وأوزبكستان بنسب عالية في عام 2023، لكن هناك ضغوط غربية، ضغوط أمريكية وأوروبية واسعة على هذه الجمهوريات. يعني هذا سيؤدي، هذه العقوبات الجديدة ستؤدي إلى مضاعفة هذه يعني الضغوط، وربما تمتنع بعض البلدان يعني عن التعاون مع روسيا خلال المرحلة المقبلة. طبعا هذا يضع روسيا أمام يعني صعوبات معينة، لكن لا أعتقد أن تكون هناك تأثيرات مباشرة على المستوى الداخلي وعلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية. طيب، موسكو تقول هنا أنها سترد بالمثل على تلك العقوبات الأمريكية، ما خيارات الرد أو الأدوات التي يمتلكها الكريملين اليوم بعد مضي عامين على الحرب للوقوف في مواجهة هذه العقوبات الغربية؟ يعني الرد الروسي في الجزء الأعظم منه هو رمزي، بمعنى أنه جزء كبير من الشركات التي كانت لها مصالح في روسيا، وربما بعض يعني عدد كبير من هذه الشركات، مئات الشركات بالمناسبة الأوروبية لديها أصول ما زالت حتى الآن موجودة في روسيا برغم أنه تم تجميد العمل في السوق الروسية. لكن خيارات الرد واضحة. أولا على المستوى السياسي هناك بعد رمزي لهذه اللائحة التي يمكن أن تصدر من جانب موسكو، لكن على المستوى العملي موسكو تلوح بأنه إذا تم بالفعل مصادرة أصول روسية في أوروبا فروسيا سترد بالمثل، بمعنى أنه مصادرة أصول، هناك أصول يعني تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 280 إلى 300 مليار دولار لشركات أجنبية غربية عاملة كانت تعمل تنشط في وقت سابق في السوق الروسية. هذا يعني رد سيكون مباشر على أي ضرر يمكن أن يقع على الأصول الروسية في الخارج. النقطة الثانية تتعلق بأيضا قطع بعض يعني التعاون، أشكال التعاون مع شركات ما زالت لديها صلات مع شركات روسية أو مع شركات يعني بديلة ثالثة
تقوم بتصدير منتجات إلى السوق الروسية. هذا أمر أيضا سيكون له تأثيراته لجهة محاولة يعني التأثير وإضعاف العنصر الداخلي لدى أوروبا نفسها، بمعنى أنه كما تعلم مثلا حركة المزارعين الأوروبيين كان لها مطالبات نعم بتقليص العقوبات على روسيا. هناك قطاعات عديدة في أوروبا نعم متضررة، هذه سيتم يعني طيب عادل، مضاعفة الضغوط عليها عفوا سيد في رائد، الجانب فقط الأوروبي نفسه. اسمح لي على هذه المقاطعة. يعني في اليومين الأخيرين شهدنا عروضا عسكرية روسية وأيضا حضور بوتين على متن قاذفة عسكرية. ما رمزية ذكرى هذه الحرب أو هذه التحركات في ذكرى الحرب؟ يعني طبعا هناك أهمية قصوى، بوتين يقول للروس بشكل واضح أن روسيا على مدى عامين على هذه الحرب لم تتراجع، بالعكس تقدمت، تمكنت من المحافظة على الوضع الداخلي، لا يوجد هشاشة في المجتمع الروسي كما كان متوقعا في السابق، لا يوجد انهيار نعم الاقتصاد. على المستوى العسكري تستقبل موسكو العام الثالث للحرب بإنجاز حققته في أفدييفكا قبل فترة وجيزة. إذا يقول بوتين نعم للروس أنه هناك ثقة كاملة بأن روسيا تحقق أهدافها في هذه الحرب. شكرا لك السيد رائد جبر، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في موسكو.